يمكن رؤية البئر من خلف حاجز زجاجي شفاف، وهذا الاهتمام الكبير بماء زمزم يدفع إلى التساؤل عما إذا كان لهذه البئر ولمائها ميزة على غيره في التركيب. وأكدت فرق من الباحثين هذا الاختلاف بوسائل علمية حديثة، وتزامن ذلك مع تشكيل فريق خاص للعناية ببئر زمزم. الغواصين لما نزلوا ودتهم بوصلة نزلوا في وسط البئر أساس يحددون اتجاهات منابع بئر زمزم. البوصلة ما اشتغلت، فظنيت أنا أنه البوصلة خربانة ولا شيء، جبت لهم بوصلة تانية ديتهم هي نفس الحكاية، فأصبح هناك في عدم معرفة اتجاه، يعني هي شمال جنوب في أي مكان ما عرفنا اتجاه. فالحقيقة كنا في حيرة في الموضوع ده، فجبت أنا كاميرات فيديو حق غوص، وبدأنا نشوف إيش في وسط البير، يعني إيش اللي منع. فوجدنا أشياء كثيرة سقطت في داخل هذا البئر. أوصينا المقام السامي في ذلك الوقت إنه نشيل ما سقط وما ألقي في بئر زمزم في ذلك الوقت. الغواص كان بيستخدم أنبوبة الأكسجين، فكان الأنبوبة يعني على الأقل ما تأخذ إلا ساعة تقريبا. عملنا بالطريقة دي لمدة يمكن 15-20 يوم، بدأنا نفكر كيف نضخ لهم هواء إلى الداخل. جبنا جرادل طبعا ونحط فيها الحاجات اللي في وسط البير، في حاجات تسقط فجأة، في عملات، في أواني نادرة، في عملات ما قدرنا نعرف تاريخها لأنه أكلت، في ناس يكتبوا أساميهم ويرموهم، في قطع رخام يعني كانت ترمى مكتوب عليها، يعني لقينا مثلا عمر المختار حق ليبيا مكتوب ربي حقق ما في نفسي. طبعا الشيء اللي كان بيضايقنا في العمل هو ضيق فوهة البئر. كان من ضمن الحاجات الغريبة انه الغواص صار يحس بحرقان في زوره هنا نتيجة للتهوية. عملية التنظيف الحقيقة كان ما كنا في ذلك الوقت نعرف عمق البئر قديش، لأنه كل 50 سنتي كانت رجعنا إلى 50 سنة إلى الوراء. البئر لقيناه ماشي يعني عمودي، بعدين جاي في الآخر أخذ ميل في اتجاه الكعبة، الجزء اللي ميل في اتجاه الكعبة هذا كله نقر في الصخر. النقر هذا ما كان أساسا في البئر كله، كان يمكن حوالي 5 أمتار أو 6 أمتار، لكن نلاحظ أنه هو زاد أكثر من كده، لأنه في أيام كان البئر يعني ما كان فيه كميات كبيرة من المياه، وكان يرموا الدلو أيامها كان يطلع زي ما تقول طين، فكانوا بيعتقدوا أن هم لو حفروا تحت يمكن يجوا إلى تشققات أو صخرة أو حاجة كده أنه يجيب لهم ماء، ولكن ما وجدنا شيء من هذا القبيل. ولكن أصبح العمق الصخري ده هو كخزان ماء يتجمع فيه ماء زمزم، فكان يعني جيد أنه فكروا هم بالطريقة الأساسية لمياه بئر زمزم. أثناء العملية دي أنا دخلت البئر، غطست في البئر مع نزلنا المياه إلى منسوب معين، جبنا كاميرات أيامها كان كاميرات السوبر 8 والحاجات هذه، فصورنا المصادر هذه، جبنا عينات، أخذنا عينات لماء زمزم من داخل الفتحات المصادر من المتجه الكعبة اللي جاي من اتجاه الكعبة واللي جاي من اتجاه جبل قبيس. الشيء الغريب طبعا بعد كده لما حللنا المياه هذه وجدنا أن كل هذه المياه الأخرى، تعرف أي موية موجودة في أي مكان، حتى في الكاسة اللي قدامك هذه ولا حاجة كده تلاقيها فيها ميكروبات، لكن الشيء الغريب أن العينة المؤخذة من اتجاه الكعبة من المصدر اللي جاي من اتجاه الكعبة لا يوجد بها أي